والله معاني من نقل المواصلات ما بالنسبه للمسلخ، المسلخ هناك بالقوقلي يجي به هنا اللحم ينعدم بالشمس وبالهواء يعني يبس اللحم يصير 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 اسود لما ما يصل هنا، فليش ما هاي المجزره اللي موجوده هذه يعملوها موجوده ويعني حتى اذا ما من الدوله ما اريد من الدوله، الدوله لا تعملها، يعني هسه انا دار سعدون ما عمل هذه هو وكمله ها كمله، يعني الدوله ما تقدر تحط له فرد مليونين دينار 3 ملايين كلته على مسلخ ينعمل ب 10 ملايين ما يصير؟ ها؟ وانه هذا جانب الايمن اللي هو كلته له وموجود اللحم يجي كلته بربع ساعه اللحم يصل للمحل شيء نظيف بمكانه؟ والله على المسلخ يعني يفتحون بالايمن زحمه غادي من هنا السيارات اجره وبالرجعه اجره زحمه يعني ايه على اقول لك زحمه زحمه ما شلون من كان والله علي الحالة صار لنا من 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 هذا خرب هذا المسلخ. ايه من خرب هذا المسلخ شغلنا كله خرب والدكاكين قالي الدكاكين هاي مهجومة. شنو رسالتكم للحكومة؟ شلون؟ رسالتكم للحكومة؟ والله احنا نتوسل يعفونا من الايجارات بس. الايجارات هذه ذبحتنا ذبح. الذبح شغلتني بالقوجلي. بالقوجلي يعني شقتنا مسافتنا طويله فايد مره وتعب، وثاني شيء يريدون شيء نظيف. زين هذا هو خارج القوجلي بالجواله. طين يعني ترابات سيارات تمشي ترابات اللحم ايش يصير؟ كل تم موقف. اللحم يجي نظيف لو ترابات. تمام ولا لا؟ مسافه طويله عن هنا. الساعات بالدندان بالجوسخ، ليش ما يسووه؟ هذا قريب على الجهتين على ايمن وعلى ايسر. وما شاء الله مسلخ كبير يسع. من حوالي من غنم وما شاء الله اوسع من ذاك اللي بس بالقوجلي اوسع منه الايمن بالايمن ولا ايسر؟ لا وبكيفهم يريدون بالايسر ويجون بالايمن هذا بالايمن عايفيه هذا بالايمن لحد الان عايفيه لا حيجي يمه لا بلوكيه ما حد خلى بيه.